بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الله الغفيص من نيوتك، معنا اليوم هاتف جديد بنظام الويندوز فون. راح نسوي له فتح للصندوق ونلقي عليه نظرة. الهاتف طبعا اللي هو نوكيا لوميا 630، اعلنت عنه مايكروسوفت قبل فترة مع هاتف اللوميا 930، واللي تعتبر اول هواتف تعمل بنظام الويندوز فون 8.1 الجديد. طبعا هاتف اللوميا 930 سبق سوينا لكم فيديو ونظرة سريعة على الهاتف، ممكن تشاهدون الرابط اسفل الفيديو. لكن عندنا اليوم اللي هو نوكيا لوميا 630، هاتف يعتبر متوسط او منخفض المواصفات. انا صراحة تعجبني هذه الفئة اللي من هواتف الويندوز فون لاكثر من سبب. اول حاجة السعر الرخيص، خلونا نقول يعني هذا الهاتف اللي اليوم راح نتكلم عنه سعره 570 ريال تقريبا. كذلك ان المواصفات مناسبة، لان نظام الويندوز فون ما يحتاج مواصفات عالية يعني مثلا مثل نظام الاندرويد، فنظام راح يعمل بشكل سلس ورائع على الهاتف بالمواصفات الحالية. أول حاجة نشوف اللي هو صندوق الجهاز أو الكرتون. نلاحظ أن تصميمه تغير، يعني أول كنا نعرف أن هاتف اللوميا تجي بنفس التصميم هذا، الآن يبدو أنه بعد استحواذ مايكروسوفت على نوكيا غيروا اللي هو كراتين الأجهزة أو صناديقها. فنشوف التصميم صراحة جميل جدا. طبعا هنا موجود اللي هو اسم الجهاز، طبعا الجهاز يجي بشريحتين، وهنا لون الجهاز موضح لك انه لونه اسود. طيب خلونا نفتح نشوف المحتويات. طيب بسم الله. اوكي طيب اول حاجة نشوف عندنا هذا هو اللوميا 630. طيب بقية المحتويات، البطارية، الكتيبات ودليل الاستخدام، وفي الجهة الثانية فيه اللي هو الشاحن. طبعا ما فيه كيبل USB منفصل أو سماعات هيدفون بما أن الجهاز يعتبر من الفئة المنخفضة. أول حاجة الجهاز، الغطاء الخلفي للجهاز قابل للإزالة. طبعا مثل ما نشوف هنا عندنا اللي هو منفذ الذاكرة الخارجية، وهنا موجود الشريحة الأولى والشريحة الثانية، وطبعا الشريحة نوع الميكرو سيم. بالنسبة للمواصفات الجهاز، الشاشة LCD بحجم 4.5 إنش ودقتها 480x854 بكسل، وكثافة البكسلات 218 بكسل لكل إنش. الهاتف طبعا يعمل اللي هو بنظام الويندوز فون 8.1، معالج اللي هو معالج كوالكوم سناب دراجون 400 رباعي النواة بسرعة 1.2 جيجا هيرتز. الرام الموجودة في الجهاز اللي هي 512، والذاكرة الداخلية 8 جيجا بايت، ولكن يدعم مثل ما شفنا قبل شوي منفذ الذاكرة الخارجية حتى 128 جيجا. وما ننسى ان مايكروسوفت تعطيك مساحة تخزين سحابي 7 جيجا على اللي هي خدمة الون درايف. عندنا الكاميرا الخلفية اللي هي 5 ميجا بكسل، وتصور اللي هو فيديو بدقة 720 اللي هي دقة الـ HD. مثل ما نشوف طبعا ما فيه اللي هو كاميرا أمامية، ومثل ما نشوف اللي هو من ناحية تصميم الجهاز ما فيه أزرار، الأزرار موجودة داخل الشاشة. ولاحظ هنا طبعا نفس عادة نوكيا اللي هو أزرار خفض رفع الصوت وزر الباور، ما في زر للكاميرا. الجانب الأيسر ما فيه أي أزرار، من الأعلى موجود اللي هو منفذ سماعات الهيدفون، ومن الأسفل اللي هو منفذ توصيل الجهاز بالكمبيوتر أو الشحن. كذلك خامة الجهاز خامة جديدة طبعا بلاستيك، لكن الخامة حلوة يعني تشوف ما هي لماعة أو يعني ممكن تمسك بصمات أو حاجة. ونلاحظ هنا موجود اللي هي سماعات السبيكر من الخلف. طبعا الهاتف يحمل بطارية بقوة 1830 ملي أمبير، ووزن الهاتف اللي هو 134 جرام، والسمك 9.2 ملي. طبعا الهاتف وزنه خفيف وحجمه كذلك مناسب اللي هو 4.5. اعتقد انه راح يكون خيار مناسب مثلا اللي حاب انه يخليه كهاتف ثانوي، او كذلك شخص حاب يجرب نظام الويندوز فون مثلا، فممكن تاخذ لك هذا الهاتف بسعر 570 ريال. طبعا نلاحظ في الهاتف موجود عندنا زر الاتصال واحد، طبعا ما في شريحة،
وكذلك عندنا اللي هو زر الاتصال اثنين، كل واحد الشريحة اتصال بما ان الهاتف يدعم شريحتين اتصال. وكذلك عندنا الرسائل نفس الطريقة، رسائل واحد ورسائل اثنين. كانت هذه نظرتنا السريعة على الهاتف، وبإذن الله راح نقدم لكم مراجعة كاملة للهاتف بعد الاستخدام خلال الأيام. إذا كان عندك أي استفسارات أو حاجات حاب أننا نركز عليها في المراجعة القادمة للهاتف، ضعها أسفل الفيديو في التعليقات أو في التعليقات داخل الموقع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.